بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. افكركم تاني باجزاء سفر الرؤيا. الاصحاح الاولاني المسيح له المجد كان بيقدم نفسه الكائن والذي كان والذي يكون الى الابد. وبعدين اصحاح 2 و3 رسائل للكنائس السبع، رسائل روحيه. اصحاح 4 و5 مجد العرش الالهي. وبعدين من اصحاح 6 بدانا الختوم السبع، وابتدينا بس خدنا اول ختم. اصحاح 6 اول 3 اعداد هقراهم وراجع معكم. قلنا ان الختوم السبع دي تمثل في الغالب 7 مراحل هتعدي على الكنيسه، والبعض بيقول انها 7 ظروف هيعدوا على الكنيسة، مش لازم تبقى مراحل متتابعة، لكن الاميل انها تكون متتابعة لانها تنتهي بنهاية الايام. نظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة وسمعت واحدا من ال4 حيوانات قائلا كصوت رعد هلم وانظر، فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. احنا قلنا أن الفرس الأبيض ده إشارة إلى الكنيسة الأولى النقية البهية اللي راكب عليها المسيح له المجد كفارس أبيض. وقلنا الإشارة دي واضحة أكتر في رؤية 19، جاء سير الثاني الفرس الأبيض والجالس عليه، ودي إشارة للمرحلة الأولى من حياة الكنيسة. كانت مرحلة لغاية النهاردة دايما نبص للكنيسة الأولى عشان نعيش زيها، نبص لأبائنا الرسل والسفر أعمال الرسل اللي يمثل ظروف الكنيسة الأولى عشان نتفرج الكنيسة الأولى عايشة ازاي، بتصلي ازاي، بتصوم ازاي، بيشتركوا مع بعض ازاي، مستعدين كلهم للاستشهاد، عندهم روح الكرازة بتمتد من بلد لبلد بسرعة شديدة. ففارس راكب على فرس أبيض معه قوس وخرج غالبا، كأن الكنيسة بدأت تجتاح العالم والمسيحية ماشية تغلب كده وتشيل الوثنية وتشيل اليهودية وتشيل كل حاجة في سكتها. ولكي يغلب، يعني ده لازم يغلب في الآخر. فالمرحلة الأولى تفضل مرجع لنا عبر كل العصور. عشان كده الحقيقة كنيستنا من جمالها في كل قداس لازم تحط لنا حتة من سفر أعمال الرسل قبل ما تقرأ لنا السنكسار في القداس، عشان يفضل سفر أعمال الرسل مرجع عملي للكنيسة. يعني زمان الناس عاشت ازاي وصلت ازاي ووصلت لربنا ازاي. احنا مش اول مسيحيين على الارض، ومش احنا اقوى مسيحيين، كان في مسيحيين اقوى مننا كتير، بالاخص مسيحي الكنيسة الاولى والايام الاولى. واعطي اكليلا رمز للنصرة، ان المسيح له المجد لازم ينتصر مهما اللي هيحصل بعد كده، لازم ينتصر في الآخر المسيح، لأن الفرسان اللي بعد كده أو الختوم اللي بعد كده ظروف قاسية على الكنيسة. فالختم الأولاني رمز النصرة والقوة والنقاوة اللي تميز الكنيسة. الختوم الثلاثة اللي بعد كده ظروف قاسية بتعدي عليها الكنيسة. هلخصهم لكم الأول وبعدين نقراهم واحد واحد وناخدهم بالتفصيل. الختم الثاني هيبقى فيه فرس أحمر، وده إشارة رمزية إلى الدم والاضطهاد الشديد اللي هتعاني منه الكنيسة. الختم الثالث في فرس أسود، وده رمز للظلام أو الظلمة بسبب أن التعاليم هتنحرف، البدع والهرطقات لما تكتر تبقى الكنيسة مظلمة، لأن مفيش استنارة، مفيش رؤية سليمة. فالفرس الأسود رمز لل بدع والهرطقات. الفرس الثالث او الختم الثالث الفرس الاخضر او الفرس الاصفر ساعات في بعض الترجمات، ده اشاره الى الدجال
وفترة الارتداد الشديد اللي هتعدي على الكنيسة قبل مجيء المسيح. يبقى عندنا بعد الختم الأولاني ثلاث ختوم كلهم مش لصالح الكنيسة، أو كلهم فقدوا البياض والنقاوة والجمال بتاع الفرس الأولاني. فإن اعتبرناها مراحل، هنقول بعد مرحلة الكنيسة الأولى جت مرحلة اضطهاد شديد جدا ودم في الكنيسة بآلاف وملايين من الشهداء، وجت مرحلة بدع وهرطقات شديدة تعبت الكنيسة قوي وما زالت أثرها لغاية النهاردة، وجت فترة ارتداد وما زالت تأتي على العالم إلى أن يأتي الدجال الفرس الأصفر. تعالوا ناخدها واحد واحد. ولما فتح الختم الثاني، مين اللي بيفتح؟ أفكركم، لما فتح الخروف واحدا من الختوم، اللي بيفتح الخروف القائم كأنه محمول، لأنه قال ما لقيتش حد يرضى يفتح، وكان يوحنا بيعيط لأن محدش راضي يفك الختوم، إلى أن ظهر المسيح له المجد الحمل القائم كأنه مذبوح بفدائه بقوته بلاهوته، فك أسرار التاريخ، قاد الكنيسة عبر كل الصعوبات دي لغاية ما يدخلها السم. فالختم الثاني اللي بيفتح كل مرة الخوف. سمعت الحيوان الثاني قائلا هلم وانظر. بعض المفسرين بيقولوا الأولاني، الحيوان الأولاني كان إشارة للأسد. احنا لما نرجع لإصحاح أربعة فاكرين هم أربع حيوانات حوالين العرش، اللي أولهم كان وشه مثل وش أسد، والثاني مثل وجه الثور، والثالث مثل وجه الإنسان، والرابع مثل وجه النسر. فالأولاني إشارة للأسد لأنه بيشاور على الكنيسة المنتصرة، الفرس الأبيض والفارس الجالس عليه معه قوس وخرج غالبا ولكي يغلب. الفرس الثاني اللي هو إشارة للذبيحة أو للطور، تمشي قوي مع أن الفارس بتاعه هيبقى كله دم، فيقول إيه قائلا هلم وانظر. فخرج فرس آخر أحمر. كلمة فرس هنا إشارة أن الموضوع بيمتد بسرعة، يعني كل مرة في فرس يعني الأبيض الكنيسة بتمتد بسرعة في العالم وتنظف الدنيا خالص وتنورها كده. الفرس الثاني فرس أحمر بيجري برضو، يعني الدم ماشي في كل بلد، مصر شبعت من دماء الشهداء، وتركيا وأفريقيا وكل بلاد العالم اللي كان فيها مسيحية في الأول كان فيها استشهاد فظيع وآلام ودماء بلا عدد. خرج فرس آخر أحمر وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض. أعطي دي مهمة ليه؟ لأن لو احنا حضرنا ظروف الاضطهاد والاستشهاد كان لازم هيجي سؤال يرن في دماغنا نقول لربنا حتى متى يا رب؟ ليه بتسيب القديسين يندبحوا؟ ليه الكنيسة كل يوم تفقد عشرات ومئات وآلاف من الشهداء؟ ليه سايب الشر يغلب؟ ليه سايب الوثنيين يقتلوا المسيحيين؟ ليه سايب العالم ينتصر ويتباهى بانتصاره؟ فهنا الآية جميلة لما يقول أعطي أن ينزع السلام من الأرض، يعني ربنا بسماح منه سامح أنه ما يبقاش في سلام في الفترة دي، تبقى الكنيسة في ألام شديدة وتتوجع وتتألم وتتملي بصبغة الدم. وكلمة صبغة الدم دي لما يسوع قالها لأمة أم يعقوب ويوحنا لما جت تقول له خلي ولادك واحد يقعد على اليمين وعلى الشمال، قال لها أنت مش عارفة بتطلبي إيه، أيستطيعان أن يصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ لأن المسيح له المجد على صليبه كان الدم مغطي من رأسه لرجليه، فكان صبغة الدم مليان، فكانت إشارة أنه بيقول لهم قد الصبغة دي قد الفرس الأحمر. هي طبعا فاكرة بيتكلم عن مجد الدنيا وملك الدنيا، قالت له يستطيع؟ قال لا هيستطيع فعلا، هم هيسترشدوا وهيتعذبوا كتير. فيعقوب كان أول شهيد من ال 12 ويوحنا آخر واحد رحل من ال 12. خرج فرس آخر أحمر وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض. إذن ربنا أحيانا يسمح بفترات صعبة على الكنيسة وكأنه ليس هناك سلام، بس تاخدوا بالكم
ان مفيش سلام على الارض، لكن لما الكنيسه تبقى عايشه سما يفضل فيها السلام. الكنيسه الحقيقه ارض وسما، رجل في الارض ورجل في السما، والكنيسه طقسها ونظامها وجوها كله سماوي. كلما الكنيسه حافظت على طابعها السماوي وتشبهها بملكوت السماوات السلام ما يروحش منها ابدا. وكلما بقت حته من الارض كمؤسسه ارضيه ينزع منها السلام على الارض. تلاحظوا ان في كل صلواتنا نقول يا ملك السلام اعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، بنلح في طلب السلام، لان السلام ينزع من الارض. في فترات كده ما بيبقاش في سلام في الدنيا ابدا، حروب ومشاكل وهموم، لكن الكنيسه ما يخرجش منها السلام، تفضل مدينه السلام طول ما هي شبه السماء، لان السماء فيها سلام لا ما يروحش منها ابدا. عشان كده نقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، يعني خلي مشيئتك اللي ساريه في السماء رب تسري علينا في الارض. لياتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الارض. نخلي الكنيسه حته من السماء، قطعه من السماء، كلها فرح كلها سلام مهما الدنيا ما كانش فيها سلام. وده اللي نقراه حتى في زمن الاستشهاد. العجيب في زمن الاستشهاد ان كان الوثنيين ما عندهمش سلام، والارض بتغلي باضطهاد المسيحيين، والوحيدين اللي في الدنيا عندهم سلام هم المسيحيين المضطهدين. كانوا يتقدموا في مواكب الاستشهاد كأنه عيد، يدخلوا طابور كده على الاستشهاد، هيدبحوا واحد ورا التاني بشكل مرعب، وهم بيرتل وهم فرحانين كأن ما فيش أي مشكلة، ومشتاقين كل واحد منهم يوصل للسماء قبل التاني بحماس حقيقي وبفرح وسلام غريب كان يميز الكنيسة المتألمة أو كنيسة الدم أو الختم التاني. طبعا في فترة في تاريخ الكنيسة بالذات كان الاستشهاد أعلى ما يمكن، هي الفترة اللي جت على طول بعد كنيسة الرسل، يعني بعد استشهاد الآباء الرسل أول 200 سنة بقى من عمر الكنيسة في العالم. ال200 سنة دول كان فيهم دم بلا حدود، دول اللي راح فيهم كل المشهورين بتوعنا، ماري جرجس وماري مينا وأبو سفين، كل الشهداء المشهورين دول راحوا في أول 300 سنة، إلى أن أتى الإمبراطور قسطنطين الروماني وأعلن المسيحية ديانة عالمية وأصدر منشور اسمه التسامح الديني ورفع الاضطهاد عن العالم. لكن جه زمن كان كل بلد، كانت اسكندرية يوميا بتصدر ألفات للسماء، بالألفات في اليوم الواحد، وده تاريخ مثبت يعني. فشوف النهاردة لما واحد يستشهد الدنيا بتتقلب ازاي. لا، كانت اسكندرية بالذات مشهورة أكثر بلد في العالم، هي وصعيد مصر سوهاج بالذات وأخميم والحتت دي، كان الاستشهاد بلا عدد. خرج فرس آخر أحمر وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا، وأعطي سيفا عظيما. يعني ربنا سمح لهذا الفرس الأحمر أو للفارس بتاعه أنه يبقى في إيده سيف وفي إيده اضطهاد شديد جدا في زمن معين. يبقى حتى زمن الاضطهاد حين يأتي نقبله أنه عطية من الله، وأنه بسماح من ربنا وخطة من ربنا، ونرجع نبص بسرعة على الفرس الأبيض ونقول له أنت خرجت لكي تغلب ولازم تغلب في الآخر. فكل واحد يفضل عينه على الفارس الأبيض الأولاني اللي معاه نصرة، بالرغم من كل شيء هيفضل معاه النصر. ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث اللي كان شبه إنسان ده قائلا هلم وانظر. تلاحظوا ان الحوار دائر دايما بين الكائنات الروحية اللي في السماء، الاربعة حيوانات غير المتجسدين والاربعة وعشرين اسيس اللي في السماء، ويوحنا الرائي. يوحنا الرائي كأنه تايه مش عارف حاجة، فكل شوية واحد يقول له بص هنا بص هنا، وواحد يطبطب عليه يقول له ما تعيطش، وواحد يقول له بعد كده دول مين، يقول له انت اللي عارف. هتلاقي يوحنا زي التايه في السماء وهم عارفين وبيشرحوا له كل حاجة. هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده، وسمعت صوتا في وسط الأربعة حيوانات قائلا ثمنية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار
وأما الزيت والخمر فلا تضرهما. إيه الكلام ده؟ الفرس أسود وجالس عليه معاه ميزان، الثاني كان معاه سيف، الأولاني كان معاه قوس وإكليل. الأولاني إشارة للمسيح المنتصر، الثاني قد يكون إشارة للشيطان اللي معاه سيف بيضطهد الكنيسة أو زمن الاضطهاد أيا كان الجالس عليه. الثالث فرس أسود والجالس عليه معاه ميزان في يده، وصوت طالع من العرش بيقول تمنية القمح بقت بدينار. تمنية القمح ده حاجة زي ربع كيلو، جزء كده صغير جدا، والقمح ده هو العيش والشعير هو العيش بتاع الغلابة، واخدين بالكم؟ فهنا إشارة إلى مجاعة شديدة جدا، لأن لما يبقى تمنية يعني سمنية القمح بالدينار، ده الدينار ده أجرة العامل في اليوم. فاكرين المثل اللي شرحه ربنا يسوع المسيح عن الفعلة وجي حاسبهم في الآخر فدى لكل واحد دينار؟ دينار دي اليومية بتاعت الفاعل ساعتها، فاليومية دي تأكله وتأكل بيته ويمكن يفيض منها. لكن لما يكون الكيلة بتاعت القمح بقت بدينار، ده معناه مش هيعرفوا يعيشوا ولا ياكلوا. فهنا إشارة إلى المجاعة الشديدة. طيب هل ربنا يعني هيكلمنا عن أكل وشرب؟ لا، ده بيتكلم عن الجوع الروحي، إن الكنيسة فيها فرس أسود أو فيها ظلمة في التعليم، فالناس جعانة عاوزة تعرف الحق فين. الناس جعانة للتعليم السليم، بقيت عشان تلاقي أمحاية يعني خبز سليمة هتغرم كتير قوي وتتعب كتير وتتكلف كتير، ففي مجاعة شديدة. وثلاث ثماني شعير بدينار، يعني حتى لو افتقرت وكلت خبز الفقراء الشعير برضو غالي، برضو غالي. أما الزيت والخمر فلا تضرهم. المنطقة دي أو المرحلة دي إشارة إلى زمن البدع والهرطقات. إحنا يعني في تاريخ الكنيسة نقول بعد زمن الآباء الرسل بدأ فيه اضطهاد شديد جدا، واستشهاد وقت الرومان شديد قوي. لما انتهى الاستشهاد بنصرة الكنيسة والكنيسة طلعت من زمن الشهداء معاها سجل حافل بالشهداء، والأعداد الكنيسة تضاعفت مش قلت بالاستشهاد، الشيطان خسر الجولة، فدخل على جولة تانية مرعبة هي جولة التشكيك في الإيمان والبدع والهرطقات. وفعلا تلاحظوا يدوب الكنيسة هديت من زمن الاضطهاد، وطلع لنا أريوس وطلع لنا نسطور وطلع لنا أوتاخي وطلع لنا مكدونيوس، وكل شوية بطرك ولا كاهن يقول كلام غلط ويلخبط ألفات ويشكك الكنيسة ويمزع في الكنيسة ويلخبط الإيمان، وتفضل الكنيسة تحارب مش بقى بتحتمل الآلام والاضطهاد، ده هي قدرت على دي. لكن أصبحت القضية الأخطر، إن في فرس أسود، في تعليم أسود، في زمن أسود، بمعنى التعاليم مش مستقيمة. شوفوا هنا الكنيسة دايما ترى في التعاليم الغير سليمة المنحرفة ظلمة، بينما النور دايما إشارة إلى الحقيقة والتعليم المستقيم. لما واحد يقول كلام حلو بتاع ربنا مظبوط نقول له نورتنا، لأنك أنت فعلا حطت لنا الحقيقة واضحة. لكن التعاليم التانية تبقى زي الضلمة. عشان كده الفارس ماسك ميزان ليه؟ لأن الشاطر ساعتها اللي يوزن كل اللي بيسمعه، لأن مش كل اللي هتسمعه مظبوط. هتسمع وعظ الأريوس هيشككك في المسيح كإله، هتسمع وعظ المقدونيوس هيشككك في الروح القدس، هتسمع وعظ النسطور هيقولك المسيح شوية إنسان وشوية إله، هتتلخبط. يلا خلي معاك ميزان ووزن بميزان الذهب كل كلمة بتسمعها، لأن قانون الإيمان لازم يكون مستقيم ويكون دقيق، يكونش في حرف غلط، لأن ده الإيمان اللي هيدخلك السماء. فلاحظوا بقى، أما الزيت والخمر فلا تضرهما. يعني حتى البدع والهرطقات كانت بسماح من ربنا، ما هو اللي سامح، هو اللي بيفك الختوم. يعني حتى البدع كانت بسماح من ربنا. طب يا رب ده البدع دي بهدلت الكنيسة في وقت وتعبت ناس كتير قوي، بس شوفوا مع كتر البدع إلا أنه الكنيسة اغتنت بسببها.
طلع لنا أثناسيوس وطلع لنا كيرلس وطلع لنا ديسقورس وطلع لنا العتاولة اللي ردوا على البدع وثبتوا الإيمان وشرحوا الإيمان وعلمونا الإيمان المستقيم وكانوا بركة للكنيسة عبر كل الأزمان. فكأن البدع خدمت الكنيسة لأنها طلعت لنا قانون الإيمان وطلعت لنا التذبحة وطلعت لنا كتب الآباء الأوائل وشروحات الإنجيل. كل ده كان بسبب إيه؟ البدعة اللي بتخبط في الكنيسة. فربنا بيفتح الختم عارف أنه هيمرر الكنيسة وهيوجع البشرية بس عارف أنه كله مصلحة في الآخر. لكن عشان الكنيسة ما تقعش إيه اللي يحفظ الكنيسة؟ قال الزيت والخمر ما تضرهمش. يعني القمح جوع جوع صحيح، كلمة ربنا زي الأكل كده زي العيش هيبقى فيه مجاعة شديدة في كلمة ربنا، لكن تبقى الكنيسة عايشة على الزيت والخمر. مين ساتر يقول الزيت والخمر؟ الأسرار. ليه؟ الزيت ده مهم جدا عندنا في الكنيسة لأن الزيت هو زيت المسحة اللي بننال بيه عطية الروح القدس زيت الميرون. فالكنيسة لسه بتعمد ولسه بتمسح أولادها بالروح القدس ولسه بتغرسهم في الإيمان، يكبروا يسمعوا كلام بطال يوزنوه بميزان الذهب، ميزان الجهاد، ميزان الكتاب المقدس. والخمر إشارة إلى سر الحب الإلهي، سر الجسد والدم. يعني الكنيسة عدت مرحلة البدع والهرطقات اللي حافظ عليها طقوسها وأسرارها وارتباط الشعب بيها. لغاية النهاردة تلاحظوا كده ان الشاب او الشخص اللي مرتبط بالتناول بانتظام ومتعود جوه الكنيسة حتى لو الناس بره لخبطته بكلام غريب ما يقدرش يبعد عن القداس، يخاف يجي عند الحتة دي ويقلق. ليه؟ يقولك الا الذبيحة الا المذبح الا الجسد والدم، ما اقدرش اعيش من غيرهم. فربنا عشان يحفظ الكنيسة ويحميها لم يسمح أن يتوقف فيها الزيت والخمر. يعني إيه؟ يعني فضلت الأسرار عبر كل الأجيال قائمة. اللي يقرأ تاريخ الكنيسة يلاقي ما في زمن الأسرار توقفت أبدا في الكنيسة من ساعة ما المسيح له المجد صعد للسماء إلى يومنا هذا. الكنيسة الرسولية تعيش بأسرارها، فيها زيت المسحة الميرون المقدس، فيها التناول بانتظام، فيها المعمودية بانتظام. مهما حصل زمن اضطهاد، مهما جت بدع وهرطقات، مهما أسقفا انحرفوا بطاركا انحرفوا، برضه الكنيسة الزيت والخمر لا تضرهم. ربنا حافظ كنيسته بأسرار. يبقى الختم الأولاني نراجع: الفرس الأبيض، الكنيسة القوية النقية اللي بتمتد في العالم. الختم الثاني الفرس الأحمر، الاضطهاد اللي ماشي واستشهاد ماشي في العالم كله. الختم الثالث والفترة الثالثة الفرس الأسود، البدع والهرطقات والتعليم اللي ضلمت شوي. ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا هلما وانظر. فنظرت وإذا فرس أخضر والجالس عليه اسم الموت، حاجة صعبة أوي، اللي قاعد عليه اسم الموت، والهاوية تتبعه، وأعطي سلطانا، الموت والهاوية أعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. برضو احتار المفسرين في تفسير الفرس ده، في بعض الترجمات اللون مش أخضر يقولوا بيل باهت، وفي ترجمة تانية يقولوا أصفر، لكن في كل المقصود، لأن الخضار ساعات احنا نقول دي علامة حلوة، لكن ده هنا اسمه الموت، هو الحقيقة مش أخضر قوي يعني. لكن مقصود بيها احنا طبعا الموت ما يفرقش معانا لو موت جسد ويعني من روح السماء، ده هنا المقصود دي الموت الروحي. يعني في ناس كتيرة هتضل لدرجة هتدخل الهاوية. فكأن الفرس الأخضر بدعا من البدع السوداء اللي كانت في الفرس اللي قبله غلبت وكلت ربع الأرض وأثرت على ناس كتير قوي ومشي وراها، والهاوية تتبعه، اللي هيمشي وراها هيدخل الهاوية، مصيره كده.
طبعا بعض المفسرين قالوا دي إشارة لزمن الدجال، لأن الدجال لما يجي هيمشي وراء ناس كتير قوي يوصلوا الربع الأرض، والدجال كل اللي هيمشي وراه يدخل الهاوية، يدخل الجحيم. هنا كمان الاضطهاد هيرجع تاني، لكن كله قتل، وطريقة القتل يمكن تميز هذا العصر انه بالسيف وبالجوع وبوحوش الأرض. إذا خدناها بمعنى حرفي، جت فترات على الكنيسة الحقيقة كان فيها اضطهاد وقتل بوحوش الأرض، كانوا يرموهم للحيوانات وكانوا يترموا في المنطقة يجوعوا يتحبسوا لغاية ما يموتوا هم جعانين. في أنواع من الموت دي عدت علينا كتير في الكنيسة، والبعض بيقراها أنها بطريقة روحية. الجوع الروحي لما الواحد يفضل جعان لكلمة ربنا وما بيأكلش كلمة ربنا يموت، يموت. ولما يتعرض لوحوش الأرض اللي هي الشياطين والشهوات اللي في الدنيا تاكله، لأنه مش محتمي في الفرس الأبيض وفي النقاوة وفي الجهاد وفي المسيح له كل المجد. فالختم الرابع هذا اللغز إما إشارة إلى الدجال وإما إشارة إلى بدعة تأكل ربع الأرض وتشيع الموت، الموت الروحي. خلي بالكم هنا الموت مقصود به الموت الروحي، يعني ما عندهمش حياة روحية، دول ما عندهمش حياة روحية حقيقية، ده الحياة جسدية خالص، ده من التراب وإلى التراب، التفكير كله ترابي والتفكير كله زمني، وقد تكون إشارة للدجال. الختم الأولاني كان مفرح ومشجع، الختم الثاني والثالث والرابع كان مؤلم على الكنيسة. ليه يا رب سامح بكده؟ زمن استشهاد شديد، وزمن بدع وهرطقات، وزمن في بدعة تسري وتكسب وتاكل ربع الأرض. ودي ساعات احنا بنستغرب ليه يا رب بيحصل كده، ليه سايب الحكاية تمشي كده. عشان ربنا يطيب خاطرنا فتح الختم الخامس، ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم. كأن المنظر على الأرض منظر بقى مزعج جدا، إيش دم وإيش ظلمة بتاعة البدع والهرطقات، واللون الأخضر لون للأسف أصبح باهت كده زي الموت، حاجة كئيبة. طب يا رب أنت الكنيسة لما تبص على حياتها في الدنيا تلاقيها دايما مضطهدة، دايما مجربة بأفكار غريبة، دايما بيخطفوا من ولادها للموت الروحي ويرتد عننا ناس ويسيبوا المسيح. طيب أمال إيه، يعني إيه اللي هيشجعنا؟ إيه الحكاية يا رب؟ إحنا خسرنا الجولة ولا هنكسبها؟ فيقول لا استنى فرقكوا بقى. ففتح لنا الختم الخامس عشان يشجعنا ويعزينا. فشفنا منظر مش على الأرض، المنظر ده بقى مش على الأرض. رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله. طبعا رؤية النفوس، النفوس لا ترى، الأجساد هي اللي بترى، فده يؤكد أن المنظر مش أرضي. وكأن ما يشجعنا في الكنيسة أننا نرى الشهداء والقديسين اللي سبقونا في السماء منتصرين. إحنا بنجاهد، إحنا بالنسبة للعالم والمجتمع يمكن ماينوريتي، أقلية، فحاسين شوية إن إحنا إيه، ضعف. لا، بص بقى تحت المذبح شوف ملايين من الشهداء والقديسين اللي سبقونا، كل دول معانا، كل دول نفس الفريق بتاعنا، هم دول عزوتنا، الذين معنا أكثر من الذين علينا. عشان كده كل كنيسة قبطية تلاقوها مليانة صور قديسين عشان تفكرنا بنفوس الذين قتلوا من أجل شهادة، من أجل كلمة الله، من أجل الشهادة. حكاية تحت المذبح دي إشارة جميلة. المذبح دايما إشارة للصليب. ليه؟ لأنه المذبح هو المكان اللي توضع عليه الذبيحة، وذبيحتنا الحقيقية في العهد الجديد المسيح صلب لأجلنا، فمذبحنا هو الصليب. كأن كل الشهداء وكل القديسين اللي عاشوا وماتوا في اسم المسيح له المجد ماتوا تحت رجلين صليبه. يعني ايه؟ يعني المسيح فوق المذبح مذبوح عشاننا، واحنا تحت المذبح مستعدين نموت عشانه.
كل المسيحيين عبر كل الأجيال ماتوا تحت المذبح. يعني إيه تحت المذبح؟ يعني مرتبطين بالصليب، مرتبطين بالذبيحة، لهم عهد معاه، هو فوق المذبح مذبوح من أجلنا، وإحنا بنقول له وإحنا تحت المذبح مذبوحين لأجلك، إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا كغنم للذبح. ما هم كانوا يجيبوا الغنماية كده ويربطوها تحت المذبح وبعدين يموتوها وبعدين يطلعوها فوق المذبح. إحنا بقى تحت المذبح مستعدين أن نموت كلنا من أجل المسيح. ولغاية النهاردة حسب الطقس القبطي في الأديار القديمة تلاقوا أجساد الشهداء يحطوها فين؟ تحت المذبح. في بعض الأديرة لما تزوروا تلاقوا أن يقول لك تحت المذبح في جسد فلان وجسد فلان. وكتير من مدافن البطاركة تتعمل مذابح، يعني يتحطوا المدفن وفوق منه إيه؟ يتصلى القداس، فيبقى الذبيحة المسيح له المجد فوق المذبح، وتحت المذبح مين؟ الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة. معنى كده أن احنا كلنا مرشحين أن يكون نصيبنا تحت المذبح، هو ده التبعية الحقيقية، هو ده الفرح، لأن هنشوف الناس دول أحياء قديسين منتصرين، فإحنا كلنا عاوزين نبقى معاهم تحت المذبح. وكأن المذبح ده مكان مهم جدا، لو ما ارتبطناش به يمكن نخسر الأبدية. فكل واحد فينا يسأل نفسه ارتباطك بالمذبح، انت تركع تحت المذبح، بتسجد قدام المذبح، بتقول له رب انا مستعد اموت عنك زي ما انت مت عني، في عهد بينك وبين ربنا عند المذبح. في آية جميلة في مزمور 50 تقول ايه؟ اجمعوا لي اتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة. كأن كل مرة نقف قدام المذبح بنقطع العهد، العهد الجديد، دمي الذي يسفك عنكم دمي الذي للعهد الجديد، فنقول له إكراما لدمك يا رب إحنا مستعدين نموت عشانك تحت مذبحك. عشان كده كانت الذبيحة زمان لما كانوا يذبحوها جنب المذبح يكبوا دمها تحت المذبح، إحنا دمنا تحت المذبح، إحنا مش فوق المذبح. فوق المذبح ما فيش غير ذبيحة واحدة، المسيح المصلوب من أجلنا رب المجد، وإحنا كلنا تحت المذبح مستعدين نموت معاه. فبيقول أنا شفت بقى تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله. يعني إيه قتلوا من أجل كلمة الله؟ يعني ماتوا عشان خاطر كلمة ربنا، إما ماتوا كارزين بيكرزوا كلمة الله، أو ماتوا لأنهم قالوا لهم أنكروا المسيح مش هننكره، فمن أجل كلمة الله من أجل الشهادة بيقول التي كانت عندهم، الشهادة أن المسيح والله ابن الله الحقيقي، أو من أجل كلمة الله أن وصية ربنا وكلمة ربنا خلتهم يعيشوا أنقياء وأتقياء فالعالم كرههم لدرجة موتهم. كل ده اسمهم ماتوا أو قتلوا من أجل كلمة الله، أو عاشوا بكلمة ربنا لغاية ما ماتوا فاستحقوا أيضا أن يكون نصبهم تحت المذبح. وصرخوا بصوت عظيم. دي تريحنا بقى في حتة إيه؟ هل اللي سبقونا ونفوسهم تحت المذبح ليهم دور ولا ملهمش دور؟ أهم ليهم دور. لما يجي حد يقول القديسين إيه اللي بتتكلموا عليهم؟ مفيش شفاعة؟ مفيش، القديسين دول ماتوا خلصوا؟ ماتوا إزاي؟ ماتوا ازاي؟ إلهنا ليس إله أموات، إله أحياء. نفوسهم تحت المذبح بتتكلم، نفوسهم بتصرخ، نفوسهم حية إلى الأبد تنتظر يوم الدينونة، نفوسهم حاسة بينا ومشاركانا ألمنا وبتشفع فينا وفي ضعفاتنا، نفوسهم بتستقبلنا واحد ورا التاني كل ما نسيب الدنيا. نفوس الذين تحت المذبح دول قوة الكنيسة كلها، دول جمال الكنيسة، النفوس دي هم دول كل الجواهر بتاعت الكنيسة، نفوس الذين تحت المذبح. صرخوا بصوت عظيم، ليه؟ لأن عددهم ملوش آخر، عددهم كبير قوي. ما هو بيقول فرس أحمر، يعني خرج كده يخلي الدنيا كلها دم. حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ قالوا لربنا إيه؟ مش كفاية يا رب
يعني الشر غلب كتير. ده اضطهاد روماني واضطهاد غير روماني واضطهاد بسبب البدع واضطهاد للأقباط واضطهاد لغير الأقباط. يا رب يعني ملايين ملايين من الشهداء. حتى متى تترك الشر ينتصر؟ حتى متى لا تقضي؟ تقضي يعني تجري قضاءك، يعني تحكم. لغاية دلوقتي انت ما حكمتش يا رب، سايب الشر يبرطع في الدنيا كده ولا تنتقم لدمائنا؟ هو نفس السؤال اللي ساعات يجي في قلبنا لما نشوف ولاد ربنا مظلومين مقهورين مزلين مضطهدين. بقول له يا رب أتسيب ولادك يتبهدلوا وتسيب كنيستك تتحرق وتسيب اسمك يهان؟ اهو السؤال موجود اهو، ومش احنا اللي بنسأله بس، ده القديسين سبقونا وسألوا المسيح نفس السؤال. حتى متى أيها السيد؟ ليه السيد؟ انت صاحب السلطان، انت في ايدك كل حاجة. احنا في القديسين يعني مش ممكن هنشك لحظة ان في ايدك انت السلطان. ان كنت سايب الشر يغلب ده لانك انت عاوز كده او سايب كده مؤقتا. انت هو السيد الرب، انت صاحب السلطان. والقدوس يعني القدوس اللي ما يعجبكش الخطية، سايب الخطية تغلب، سايب الشر يمشي، ليه؟ ده انت قدوس. والحق يعني كل الحقيقة فيك، سايب الباطل يمشي ليه؟ سايب التعاليم البطالة تمشي ليه؟ سايب حاجات غلط وأفكار غلط بتسرق الناس مننا ليه؟ حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي؟ اقضي يا رب، اقعد بقى على كرسيك وتعالى دين كفاياهم. وتنتقم لدمائنا. واحد يقول الله مش هم عندهم محبة كاملة، دول قديسين. خلي بالكم كونهم قديسين بيحبوا الناس، إلا أن ده ما يلغيش لي النقمة. أنا أجازي يقول الرب النقمة من الشر، النقمة من الشيطان وأعوانه، النقمة من مملكته وكل تابعيه. طبعا نحن ننتظر دينونة عادلة عادلة، نقمة من عالم الشر بكل ما فيه، ونصرة لكل أولاد الله. تنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض. الساكنين على الأرض مقصود بيهم إيه؟ الناس اللي عايشة في الدنيا، أهل الدنيا اللي هم الأشرار، سكان الأرض. إحنا في لغة الكتاب ما اسمناش سكان الأرض، اسمنا سكان السماء، اسمنا بتوع الملكوت، ملكوت الله داخلكم. سكان الأرض الناس المرتبطة بالأرض واللي عمالة تعزف في أولاد ربنا. طب ردك إيه يا رب على هذا الطلب والصراخ؟ شوف القديسين بيصرخوا عننا، وبيصرخوا من أجل أن الظلم يرفع وأن القضاء يأتي. لكن ربنا يقول إيه؟ فأعطوا، ما ردش بالكلام الأول، صرف لكل واحد منهم، أعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا. بدل ما يرد عليهم صرف لكل واحد منهم ثوب أبيض. طبعا دي إشارات رمزية لأن دول نفوس، احنا لسه بنقول دول نفوس مش أجساد. إشارة إلى إيه؟ يعني افرحوا أنتم، أنتم ما تنشغلوش، أنتم خلاص كملتوا جهدكم، افرحوا أنتم. فلتبدأ أفرحكم يا من تحت المذبح، انتهت أيام ألمكم وانتهت ضيقتكم، البسوا الثياب البيض وتهنوا أنتم. أعطوا ثيابا بيض، كل واحد يلبس الأبيض، وعشان كده احنا بندفن في الأبيض دايما، عشان عشما وأملا ورجاء أن نفسه تلبس الثياب البيض تحت المذبح. فاهمين الفكرة؟ ونصلي دايما في الأبيض عشان نبقى من أصحاب الملكوت برضو اللي لابسين أبيض. وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا. يسيرا يا رب ده فات 1500 ولا 700 سنة ولسه الزمن ما لسه يسير، لسه زمانا يسيرا يا رب، بعد مئات السنين لسه بتقول لهم طولوا بالكم شوية صغيرة؟ شوية صغيرة ازاي؟ ده فات مئات من السنين يا رب، ده الكنيسة اتجرحت تمام، ده السماء زحمت بالقديسين. قال لهم قيل لهم أن يستريحوا، ادخلوا الراحة، انتوا ارتاحوا،
انتوا كملتوا جهادكم يا بختكم، البسوا الابيض وافرحوا وطولوا بالكم شويه صغيره. هي بالنسبه لهم شويه صغيره، احنا بالنسبه لنا شويه كتيره، لان احنا تحت السماء تحت الشمس، فكل يوم بيعدي بطيء وبتاع، لكن ألف سنة عند الرب كيوم واحد. فوق الشمس تلاقي ايه الزمن يجري بسرعة قوي، لكن تحت الشمس الزمن نحسه بطيء قوي. قيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا. طب ليه يا رب؟ ليه ما تستجبش على طول وخلاص؟ حتى يكمل العبيد رفقاؤهم، أو يكمل العبيد رفقاءهم وإخواتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم. عاوز يقول لهم إيه؟ أنا أصلي مش هاجي غير لما كله يكمل اللي عليه، كل السماء تكمل. فلو المسيح جه دلوقتي راحت فرصة ناس كتيرة تدخل تحت المذبح. لو المسيح جه دلوقتي يمكن شهداء لسه هيدخلوا وياخدوا مناصب جميلة في السماء ما خدوش المركز ده. فقال لهم لا، استنوا شوية، لسه رفقائكم اخواتكم، لسه في ناس حبايبكم من اللي على الارض ما كملوش جهادهم. مش عاوز اجي غير لما يكملوا جهادهم. ده اللي قاله معلمنا بطرس، قال ان ربنا لا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم، ولكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء ان يهلك احد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. فهو مطول باله ليه؟ عشان كلنا نبقى تحت المذبح، عشان كل واحد فينا يكمل. كلمة دي هي اللي ورا تأخير مجيء المسيح. عارفين ليه المسيح ما جاش؟ عشان مستخسرنا لحسن ما ندخلش تحت المذبح. لسه ما كملناش جهدنا، لسه ما كملناش رسالتنا، لسه ما نستاهلش نقف معاهم تحت المذبح، لسه ما نستاهلش نلبس اللبس الابيض. فقال لهم استريحوا انتوا عشان عاوز اخواتكم يكملوا، خلوهم يكملوا. لما يملوا ورقه الاجابه واطمن ان هم هينجحوا هقول الوقت خلص، لاني عاوز انجحهم. لو قلت دلوقتي الوقت خلص هلاقي ورق كتير فاضي، وهلاقي امتحانات كتيره خايبه، وفي ناس كتيره هتسقط. استنوا لما يكملوا. فإنه من رحمة ربنا علينا أنه لم يأتي بعد لكي نكمل جهدنا، ومسمينا إحنا إخواتهم. شوفوا بقى الكلمة الجميلة، نفوس الذين قتلوا تحت المذبح محسوبين إخواتنا ومحسوبين رفقائنا. كلمتين جمال قوي، يعني ماري جرجس وماري مينا وبوسفين والست دميانة دول إخواتنا ورفقائنا وأصحابنا، هم مشغولين علينا واحنا فاكرينهم، ولازم هنتقابل معاهم في السماء ويبقى لنا نصيب تحت المذبح. هم مستنيين نكملهم. العجيب ان نفس التعبير استخدمه بولس الرسول وهو بيشرح نفس الفكره في رساله العبرانيين، وقال كل دول دخلوا السماء لكن لا يكملوا بدوننا. لسه مش كاملين. مش كاملين ازاي؟ ده كل واحد منهم كامل وتمام. لا، هم كجسد للمسيح كامل، احنا نكملهم. احنا بقيت جسدهم التعبان، احنا الجزء من الكنيسة اللي لسه بيتألم ولسه بيستوي ولسه على النار ولسه هيدخل ولسه هيلبس الابيض. فلازم الكنيسة المنتصرة تشد الكنيسة المتألمة عشان تكتمل كعروس مهيئة لرجلها. فكأن رؤية الختم الخامس هدت نفسية يوحنا بعد ما شاف الختم المرعب بتاع الفرس الأحمر والختم المزعج بتاع الفرس الأسود والمجاعات والجوع للتعليم والبدع والهرطقات، والفرس الأخضر اللي واكل ربع الأرض والهاوية تتبعه. رجع قال له اطمن، كل دول كانوا بيوردوا لي أنا على السماء نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة. فكل الألام اللي تيجي على الكنيسة بتصدر ناس للسماء، قديسين وشهداء ومعترفين وكارزين وخدام، وحاجة جميلة. فربنا كسبان كسبان، يبعد ضيقات على الأرض ويلم قديسين تحت المذبح. ونظرت لما فتح الختم السادس، ده هم سبعة
وعند السبعة لازم نقفل، وكل ما نقرب من السبعة هنفتح سبعة تاني عشان تبقوا فاهمين سفر الرؤيا يمشي ازاي. كل ما نيجي عند السبعة ربنا يقول ايه، طب نمدها شوية كمان ويفتح سبعة كمان. فعندنا سبع ختوم هي سبع مراحل على الكنيسة. اول ما نقرب على السابع يعني المسيح جاي نفتح سبعة تاني اسمهم سبعة ابواق. ابواق دي انذارات تيجي على العالم، المسيح جاي يتوبوا بقى. نظرت لما فتح الختم السادس ده قبل الأخير، وإذا زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاتها إذا هزتها ريح عظيمة. إيه ده بقى؟ ما هو ده نفس الكلام اللي قاله المسيح في متى 24 عن علامات مجيئه. لما تقروا متى 24 وتلاقوا نفس الكلام ده، هو نفسه تقريبا اللي قاله المسيح قبل مجيئه، ان في علامات في الطبيعة هي تعلن عن مجيء المسيح، مقدمة لمجيء المسيح، لكن قال لنا ليس المنتهى بعد، يعني مش هي نفسها المجيء، لا، هذه مبتدأ الأوجاع. هتسمعوا عن حروب وأخبار حروب وأوجاع وزلازل وأوبئة، لكن ليس المنتهى بعد لأن في حاجة تانية جاية. فهنا سمعنا عن زلزال، زلزال كبير قوي، والشمس صارت سودة كمسح من شعر. يعني إيه؟ كتل سودة في الشمس، فبقت الشمس عاملة زي إيه؟ الشعر كده الأسود، لأن حتت منورة وحتت كتيرة بالطول كده سودة، فزي شايفينها من بعيد ايه زي شعر كده متداخل في بعض. على فكرة عشان بس من غير ما اخوفكم، بيقولوا النهاردة في الشمس في كتل سوداء كتيرة قوي عمالة تقترب من بعض، يعني الشمس عمالة تظلم كل مادة، يعني علميا يعني يقولوا في حتت كده فقدت الانفجارات النووية اللي فيها وظلمت، بتوع الفلك بيقولوا كده يعني، مش النهاردة يعني الفترة الأخيرة، لكن يعني الحاجات دي بتحصل في كم مئة سنة، فما يعني لسه عندنا فرصة توب. والقمر صار كالدم، القمر لما الشمس نورها يبهت، القمر كمان نوره، لأن نور القمر انعكاس من الشمس، نوره مش فيه، فنور القمر يضعف، ويقولوا حتى بالبلدي القمر مخنوق، يعني فاهمين ازاي مش باين. فكل الطبيعة عمالة تنهار، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض. طبعا التعبير ده مش دقيق علميا قوي، لأن النجمة أكبر من الأرض، لكن باللغة الدارجة طبعا النجمة وقعت على الأرض، يعني شفناها وقعت، أو وقعت بقى أجزاء منها زي النيازك والشهب والحاجات الفظيعة اللي ممكن تحرق أجزاء ضخمة من الأرض. ويقول النجوم ابتدت تقع كما تطرح شجرة التين سقاتها، يعني في الموسم لما شجرة التين تتقل وتبقى مليانة تين، تيجي ريح شديدة مرة واحدة تلاقوها بقت بتنزل زي المطر، يفضل يقع ورا بعض، فالنجوم بدأت تتساقط ورا بعض. يبقى التفسير الحرفي مقبول، أن الطبيعة تنهار تباعا قبل مجيء المسيح، الشمس تظلم وده اللي قاله المسيح، والقمر لا يعطي ضوءه، ونجوم السماء تتساقط، دي مقدمة مجيء المسيح على السحاب. لكن كمان احنا بناخدها بمعنى روحي او رمزي، الشمس اشارة الى انه في بعض الكبار المنورين هيتخللهم ضعفات شديدة، والكنيسة اللي زي الشمس للأسف هيدخلها بدع وافكار غلط، فتبقى ايه مختلط فيها الاسود بالمنور. يعني الشمس إشارة أحيانا لبعض المعلمين اللي بينوروا الكنيسة ممكن يدخل فيهم حاجات وحشة، دي ممكن تحصل كده. والقمر لأنه واخد نوره من الشمس يبقى زي الدم، يعني برضه يبقى القديسين اللي منعكس عليهم نور المسيح اتخنقوا روحانيا، بقتش زي الأول، بقاش فيها البريق الأولاني، ده في زمن الارتداد والضلال. والنجوم ابتدت تقع، يعني الشخصيات الكبيرة اللي في الكنيسة بعضهم بينحرف وبعضهم بيضل وبعضهم بيدخل في بدعة وهرطقات، فكأن نجم وقع. لأن ما تنسوش ان الكتاب عبر عن القديسين بالنجوم،
وقال نجما يمتاز عن نجم في المجد، وكان يقصد القديسين في رتبهم في السماء. برضو تشبيه شجرة التين ده تشبيه قديم استخدمه يسوع وقت ما كان بيشرح علامات مجيئه، قال من شجرة التين تعلموا المثل، متى صار عودها رخصا وتقلت كده وبقت أوراقها خضرة وحلوة اعرفوا ان الصيف قرب. بتعرفوا كده انتوا كمان لما تقروا العلامات دي، كان يقول كده المسيح، توقعوا المجيء. فهنا شجرة التين دايما علامة او رمز، لانها كانت معروفة عند اليهود اللي حوالين جبل الزيتون بالذات، وفي البلاد دي كان دايما زراعة التين مشهورة. فلما يقع التين كده ورا بعضه زي النجوم لما تقع. والسماء انفلقت كدرج ملتف، زي السلم الملوي كده ويتشق مرة واحدة، فكأن السماء عمالة بتتشق ومتعرجة كده بشكل واضح. وكل جبل وجزيرة تزحزح من موضعهما، يعني في زلازل بدرجة ان ما فيش حاجة قاعدة في مكانها، لا جبل ولا جزيرة قاعدين في مكانهم. طبعا دي ثورة في الطبيعة ما حصلتش قبل كده. وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. إذن المرحلة دي لسه ما جاش المسيح، لكنها آخر حاجة قبل مجيئه، وهزت كل الدنيا بزلازل وثورة طبيعية، وكل الكبار الأقوياء والملوك والأمراء والأغنياء وكل عبد حر، يعني أي بني آدم ما بقاش يفرق دلوقتي إن كان عبد ولا حر بدل بعيد عن ربنا، يقصد كل الفئات اللي كانت متكبرة وكانت متعالية وكانت شايفة نفسها وكانت تدعي الحرية وهي عبدة للخطية، كل الفئات دي بقوا مرعوبين من مجيئه وقالوا ايه للجبال والصخور اسقطي علينا. تصوروا واحد يشتاق انه يدفن تحت الصخر ولا يشوف وش المسيح، ده رعب الدينونة، رعب الدينونة للأشرار. نشكر ربنا مش للقديسين أولاد الله، أولاد ربنا يبقوا مشتاقين جدا لمجيئه وفرحانين جدا بمجيئه، زي ما عبر بولس الرسول وقال ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره. أيضا كل اللي مشتاقين لمجيء المسيح مش هيحس بالمشاعر دي، اللي هيحس بالمشاعر دي بالرعب وإنه يتمنى يندفن تحت الصخر ولا يواجهش المسيح، دول المتعالين والمتكبرين وناكري المسيح واللي ما لهمش علاقة بربنا. عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، الله ده الخروف حمل قائم كأنه مذبوح، ده الحمل ده دايما إشارة للوداعة والبراءة والنقاوة، كشاة سيق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام من يجزه، يعني هو الحمل ده له غضب. أيوه له غضب، عشان كده يقول لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم. إحنا عمرنا ما شفنا المسيح في غضبه، نشكر ربنا. هو وديع جدا كحمل وهو طويل البال جدا، ولكن له يوم غضب، يوم غضبه العظيم. ربنا ما يسمحش لحد فينا يخاف منه في هذا اليوم أو يرتعب أو يقول للجبال اسقطي علينا. إحنا نقول النهاردة لأنفسنا، نحط رأسنا في التراب ونبكي ونتوب، ولا نتعرض لهذه اللحظة المزعجة والمرعبة من يوم غضبه العظيم، لأنه من يستطيع الوقوف. مجدا بالثالوث الأقدس.